That's pretty similar to tune an instrument. You have to make sure that every component of it is working properly. Everybody ready? All drones switched on. كشف مؤخراً عن طائرة بدون طيار فائقة التطور مصممة خصيصاً لعروض الصوت والضوء ومزودة بنظام تشغيل يمكنه تحريك الرسوم والتحكم في الطائرة بدون طيار وتحريكها لتكوين صورة معينة. كما يمكنه اختيار الطائرات بدون طيار على أساس ما تبقى من عمر البطارية وجودة استقبال الجي بي أس. وبفضل هذه الطائرات بدون طيار المتطورة أصبحت عروض الضوء التي تحتاج تجهيزات تستمر لأسابيع كاملة إلى أيام قليلة. فكل ما يحتاجه الأمر هو وجود طيار لتشغيل كل شيء وضوء ليد في قلب الطائرة يلمع بنحو 4 مليارات من تركيبات الألوان. Okay.